السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نهضنا من تحت القصف لنمد يد العون لأهالينا في قطاع غزة في جمعية وقف الديانة التركي، حيث نقوم الآن بتجهيز وجبات إفطار الصائم التي تحتوي على الأرز واللحم الطازج، استعدادا لتوزيعها لمراكز الإيواء التي نزع إليها مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية بل وأكثر من شمال القطاع حتى جنوبه. هذه الوجبات التي قد تزيل بعضا من معاناتهم الذي مروا بها في هذه الأيام العصيبة. الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا التبرع الكريم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.